التمثيل الغذائي هو قدرة جسمنا ان هي تحرق السعرات الحرارية واحنا قاعدين ما بنعملش حاجة. اوكي، دي بتختلف من كل انسان لانسان على حسب كذا عامل. اول عامل كمية العضلات الموجودة في جسمنا. اوكي، دي اول عامل. تاني عامل احنا بنشرب مية في اليوم قد ايه. اوكي، تالت حاجة السكر اللي في جسمنا، بنجوع وبنسيب نفسنا نجوع قوي ولا اول ما بنجوع بنفتكر وبناكل حاجه. تالت حاجه الرياضه بتاعتنا، لو احنا بنمشي كتير في اليوم ما بنمشيش كتير، ده بيفرق على التمثيل الغذائي بتاعنا. دلوقتي فكره ان احنا مثلا لو بني ادم 70 كيلو وحد تاني 50 كيلو، التمثيل الغذائي بتوع الاثنين دول هيفرقوا مع بعض، عشان ممكن يبقى 70 كيلو بس نسبه العضلات في جسمه اكتر من البني ادم اللي هو 50 كيلو عشان عنده نسبه دهون اعلى. طيب، فاحنا كل ما عضلات جسمنا تزيد كل ما قدرتنا على الحرق السعرات الحراريه هتزيد اكتر، وده اللي بيختلف التمثيل الغذائي من بني ادم للتاني. زي ما قلنا في اكل معين بيزود التمثيل الغذائي. الاكل المعين ده فيه زي الشاي الاخضر، لو شربناه 5 أو 6 مرات في اليوم بيزود على التمثيل الغذائي. الخضروات والفاكهة عشان والألياف بتزود حركة القولون، فبتساعدنا على حرق سعرات حرارية أكتر.